محمود في الغالب مرض واحد دوما يعني بقت أمانة رقبتنا هي تكريم المبدعين عموما في السودان مبدعي بلادي فهم أساس المدينة اللي نقبل لنا فهم بيننا دوما وإن شاء الله حنسير على هذا النهج شكرا جزيلا اليوم رحب بأسرة فنان راحل المغيم خواجة العثمان وبنقول لهم والله قصرنا قصرنا كثير كثير وهو قال نحن ما قصرنا حاجه شكرا جزيلا انا بستاذن الجمهور انه والحضور المشاركه ياسر عطى المنان ياسر قرن مشاركتي هذا الفاصل ان شاء الله Thank you.
مر راحة. دون الكلمات مغادر غيمة غيمة واحوة. وإن شاء الله لقاءنا الاثنين القادم برضو مع مجموعة محمود، وبرضو عندنا لقاء يوم الثلاثاء في سكوير سيتي. شكرا لكم جميعا.